المهم اثبات النقص اثبات النقص نطرحها بزافكم زيد ندين جو فيلاج دانسيان ذاكي فايس باسكو نسد اجو مثلا نظام زيد المعرض كيج المتحف المعرض اصل العلاقه بحار ناريف العلاقه الباسكا كيعرف السيد هو اللي تي الباحث الباحث خربيز كوميز زوكي المجال هو اللي تي نطال اصلا الزياري ولكن نسيو شي مزيخ نسيو شي ريفي دونك نحاول نسيو شي حاجه 6 شهور في الموضوع نسيو بسرعه لانه غاصب لنا غنغيج الغلط التقني او حتى 12 سي لا غنغيج الغلط التقني الشباب 12 الاخرى حتى نعاود هنا هذير يوقع الغلط التقني تقني شي مشكل فين رايك خاي محمد سي مخنا ناك نجاي ونيتي احمد الزيداني انت الاصلين الزياري ولكن نسي شي داري فيث كيسناك جمع عايز قصيتا المتحف المعرض اني تنظم ذانيتي اني مسرعي اني نكتشف كيداس خل علاقة ناريف اقل الباسك سيرتو تما الحرب ناريف قبل الحرب ناريف حتى زي الحرب تطوان العراق اسبانيا كيناث مريكا تبع الثناء باش انا في الثناء حنزاف المعرض وانا حنزاف معراق خي محمد يوقع يجي نتيجه المشكل تقني مخ وزري مار دوكان عافاك تفكر انا ضماني نجم شحال ذوك واش خبيل باو الثاني تي روح تقريبا جن ساعتو بيض خبيل باو يعني تقريبا 100 كيلومتر منطقة طافي زمرقة سخفين شبيلة جدتو هزمينس أورمايستيقي أورمايستيقي احنا جاي ونيتي مهمنا الباحث قد تاريخ ناريف قد تاريخ شمال المغرب بالأخص خاص مجموعة من الاثنين المصريين قي المجلة ونيتي روح شين انا حنزا تصاوى ناس دانيتي مني تقنتا من راس قمنايا حكي لنا روح حنزا مرحبا بكم معنا مرحبا بكم متحف الله يبارك فيك الحمد لله سمع لك الريكي سي المهم مخنا ونيتي حنا جاني من خسوارا نزارو خنزا باش ندفع لي خر نزا خنزا للمعرض الني علي خي احمد انت الاصل ديالك من الريف ولكن ما كتهضرش الريفيه مزيان كما قلت لسميتو غندير واحد الحوار قصير بالدارجه باش نفهمو سميتو الا كان في الاول تعطينا نبذه ولا التقديم لهذا المعرض وهذا المتحف اللي كاين اللي كتنظم فيه هذا المعرض بدايه مرحبا بكم في متحف سمالا الكاريكي هو متحف مختص في القرن التاسع عشر يعني وهي مرحله مهمه بالنسبه لنا ك يعني كمغاربه بالنسبه للتاريخ من شمال المغرب لان كما تعرفون هناك حرب تطوان ف بالنسبه للمهتمين بهذه القضيه تاريخ شمال المغرب سيجدون يعني في موقع هذا المتحف يعني وثائق مهمه في موقعه يمكن يعني الكترونيه ويمكن تنزيلها بالنسبة لمعرض هذا الصور ورغم أننا كما قلت المتحف مختص في القرن التاسع عشر لكن هذا المتحف تم هذه الصور تم عرضها في 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 قرية قريبة من هنا ولكن المنظمين لم يهتموا كثيرا بهذه الصور فتم عرض الصور وعرض أسماء هذه المواقع التي أخذت في هذه الصور باخطاء يعني اخي احمد اللي كانوا ممكن المصدر ديال هذه الصور فين لقيتي هذه الصور من جاوا هذه الصور ولا فين لقيتوا هذه الصور يعني احد اقارب هذا اوستاكيو بيروتشوا يعني احد اقاربه وجد فقط النيجاتيف يعني ما جبرش الصور وجدوا النيجاتيف ديالو فيلم ديال هذا وتم اخراجهم اخراج هذه الوثائق و وتمت يعني شراء هذه الوثائق كصوره كوثيقه تاريخيه تم شراؤها من طرف بلديه قريبه من هنا وعرضها في احدى المراكز الثقافيه عندهم لكن المشكل كان هو انهم تم عرضها باخطاء يعني بسيطه يعني لم يتم تكليف انفسهم باي مجهود يعني لتصحيح على الاقل الاماكن التي تم اخذ فيها هذه الصور وهي هذه الصور يعني لها اهميه
يعني بعد ان زرت المتحف بدعوه من احد موظفي هذا المتحف، يعني عرضوا علي يعني فكره بعد ان قلت لهم بان هناك بعض الامور يمكن تحسينها، فقالوا يعني يمكنهم ان ياتوا بهذه الصور الى هنا لعرضها من جديد، ولكن تحت يعني تحت مسؤوليتي لاضافه شيء جديد لهذه الصور. السيد اللي لقيتو عنده يعني الورثه ديالو لقيتو عنده هذا الملف، نعم سميتو ديال الصور نيجاتيف، شنو سميتو هذا السيد؟ واش ممكن تعطينا شي تعريف عليه، شي نبذه على هذا السيد؟ هذا واحد اسمه صحفي، هذا اسمه استوكيو هو الذي سنراه هنا في الصور، يعني هذا استوكيو هذا هو صاحب الصور، هو الذي قام يعني صاحب هذه الصورة هذا هو استوكيو بيروتشوا، والذي وجد هذه الصور احد احفاده من عائلته، وهو الان يعني كمراسل صحفي عسكري. لا هذا الذي وجد الذي عرض يعني الان هو مراسل حسب، وهذا كان مهندس، هذا السيد هذا يعني اوستاكيو كان مهندس، وكما سترون لاحقا يعني اغلب الصور يعني ليس هناك صور حرب وصور يعني، وبعض الصور سنرى بان كان يقوم فيها بتمثيل الحرب، ليس لانه هو كان ياتي بعد ان يمر الجيش ويضبط الامور، ياتي هذا المهندس. وانا في دراستي لهذا السياق التاريخي لهذه الصور وجدت ان بريمو دي ريفيرا بعد انقلابه على النظام الملكي الاسباني امر باعداد خريطه للمغرب، لشمال المغرب بصفه عامه، خصوصا لان اغلب الخرائط التي كانت موجوده كانت خرائط يعني مغلوطه، وهذا من بين الاسباب الاساسيه في الانهزامات المتكرره للجيش الاسباني، لان الخرائط لم تكن خرائط صحيحه. وبالتالي يعني في المعرض السابق الذي عرضه بعض الاقارب هذا السيد في المعرض الذي اقيم في شهر ابريل، يعني من بين الامور انهم لم يجدوا هذا النوع الآلة التصوير التي استعملها هذا الجندي هذا المهندس ليست موجودة كما العادة. هو كان في الريف. كان في الريف هنا في تسجيل يعني كتوبوغراف قبل الحملة العسكرية على لا هذا بعد 1923، يعني أنا نتكلم يعني بعد أن عاد الجيش الإسباني بقوة الاسترداد كما يسميوه في المصطلح التاريخي الإسبانية ديسكيتي والريكونكيستا، يعني إعادة الأماكن التي تم طردهم منها في اتجاه الحسيمة. لهذا قلنا يعني هنا قمنا في الحاجة الوحيدة التي حاولنا أن نركز عليها هو أن نقوم بتصحيح الأماكن التي ذكرها هذا المصور مثلا، يعني كان أغلب الأسماء كانت خاطئة، قمنا بالعودة للمصادر التاريخية من كتب عسكرية بالخصوص، وللتواصل مع بعض الأصدقاء في المنطقة، يعني في الحقيقة من هذا المنبر يجب أن أشكر الأصدقاء الذين ساعدوني، وقمنا بوضع الاسم الصحيح باللغة اللاتينية الإسبانية، وثم وضعه بالعربية والريفية، فستجدون في كل الصور يعني الاسم صحيح، وان كان لم نغير التعبير الذي وضعه يعني حسب اي صورة التعبير الذي وضعه يعني الذين يملكون هذه الصور، وكما ترون بعض الصور هنا هذه الصورة مثلا تظهر يعني هذا لم يكن في حرب، يعني كان في وراء الجيش الإسباني يوثق ويسجل الأراضي ويسجل هذه الصورة مثلا تظهر من خلال اللباس ديالهم، يعني في قراءة هذه الصور من خلال اللباس يظهر بأننا في وقت برد، والبرد في الريف كما تعرفون، يعني لو كانت الحرارة وقت الصيف لم يكن بهذا ما يمكن يستطيع هذه، وفي الصورة يعني الصورة لم تظهر جيدا هنا، هذا ماء يعني كان اليوم ممطر، وفي هذه الصورة يعني أكبر صورة يعني لا يمكن أن تكون صديق صحيحة هذه الصورة، لأن هناك تمثيل للإعدام، هذا ليس إعدام، لأن هذا الرجل كان يعني هنا مثلا قلنا في هذا الوقت هذا يعني كانوا في أواخر
اواخر 22 1922 بدايه وبدايه ديال 23 او في الاواخر ديال 1923 وبما انه قال سنه وسنتين من معركه انوال بعد سنه وسنتين من معركه انوال وفي هذه النقطه هذه يعني هنا خصنا نشير واحد القضيه بان بالنسبه للقراءه وعودتي للمصادر هذه الصوره يجب ان تكون بعد شوتنبير يعني بعد انقلاب ديال بريمو دي ريبيرا في شوتنبير 1913 لان الاله التي وجدنا ان الجيش الاسباني طلب مجموعه من الالات لهذه الاله الالمانيه لم تكن متوفره سابقا. وبالنسبه للسيد هذا الشخصيه استاكيو بيرتشوغوا نعم العلاقه ديالو مع التجنيد صفوف القوات الاسبانيه نعم. اللي مشات للريف هذه نقطه مهمه لان اللي كيعرض هذا الصور وهذا المعرض يعني من بين الاهداف اللي عنده يعني يعرض الظلم الاجتماعي للحكومات وللجيش الاسباني يعني بعد الخسائر المتكرره منذ بدايه القرن التاسع عشر وحتى قبل منذ نهايه القرن التاسع عشر يعني قبل بدايه القرن العشرين كان هناك يعني كان هناك مجموعه من الجهات خصوصا الجهات وفي اسبانيا بصفه عامه وفي مناطق اخرى يعني معروفه بمطالبه الاستقلال كانت ترفض التجنيد في الجيش الاسباني ولذلك في 1911 تم اصدار قانون خاص للتجنيد الاجباري لكل ابناء الشعب الاسباني بالنسبه للإسبان. وهذا كان يرفضه مثلا الباسك والكاتالان فهذا هذا الاورستاكيو هذا مثال ليس بمثال للمجندين من الشعب الاسباني لان هذا كان من ابناء الطبقه البرجوازيه وكانوا يؤدون ان اداء بعد يعني اداء المال او المعارف لكي نعم وهذا من بين هذه الامثله لانه كان ابن قائد بمدينه قرب من هنا وكما يبدو انه لم يبقى اكثر من خمس شهور لانه حسب بعض مصادرنا انه عاد للدراسه في قبل 1900 ذهبوا للريف الحريري كانت زياره وسنرى مشاركه في حرب نعم سنرى هنا مثلا هذه الصوره انهم انظر مثلا هذا ذهب للحرب بعد ان مر الجيش انظر هنا مثلا هذه هما هنا سنجد الشرطه المغربيه الشرطه الاصليه الانديخينا كما تسمى لا بوليسيا انديخينا اسبانيولا انظر مثلا هما هنا شحال اسبانيول واحد جوج ثلاثه انظر للجيش الشرطة العسكرية الشرطة الأصلية الأهلية الإسبانية واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يعني كانوا يقومون بعملهم بعد مراقبة وحراسة مشددة كتعطينا واحد الفكرة على أنه الحرب كان كيديروها الفقراء في حين أنه الناس اللي عندهم الفلوس وكذا واخا كيمشيو للحرب ولكن لا يتم الزج بهم إذا كان هذا مثال أوستاكيو مثال شي حاجة في هذه الأمور ديال التجنيد فهذا مثال للظلم الحكومات الاسبانيه في الزج بابناء الحرب طبعا 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 اخي احمد اذا كان ممكن انت غتوري لنا شي حاجه في شي تقديم شي كتاب هنا بالنسبه قبل ان نمر لهذه الامور اود ان اشرح لكم بعض الامور التي قمنا بها والتي تختلف عن التي كانت في معرض اخر مثلا من بين الامور التي قمنا بها ونتمنى ان تكون هنا زياره للمقيمين هنا اننا قمنا بوضع سياق تاريخي وفكره مبسطه عن بالعربيه ممكن تشوف يعني عملنا واحد دراسه كتيب يعني كتيب صغير بالعربيه لمن اراد ان ياتي وفي تعليقات الصور الموجوده هنا يعني ما تعليقات هذه لم نستطيع ان حسب شروط البلديه التي سمحت لنا بتقديم هذه لم نستطع تغيير هذه التعليقات فلذلك قمنا بتغييرها هنا في هذا الكتيب يعني الزوار الذين جاءوا سيجدون هذه الامور بالعربيه الاسماء باللغات الثلاث كما قلنا والتعليقات تعليقاتنا يعني هنا تعليقات بالعربيه بالاسبانيه والعربيه يعني هذه الامور هذه اذا ما كانت موجوده امام الصور فهي موجوده في هذا الكتيب كما ترون هذا بحال دليل المعرض دليل المعرض جميع الصور موجوده هنا
موجوده هنا بالعربيه. هذه من بين الامور المهمه. نقطه اخرى مهمه قمنا بها يعني ونختلف بها هذيك هو هذا، قمنا بوضع الاماكن التي تم زيارتها والاخذ منها الصور يعني في واحد خريطه ووضعها بالاسماء الثلاثه. هذه عملنا خريطه المنطقه فين كانت، يعني كانت قبيله ايت سعيد بن سعيد بن سعيد الريفيه، يعني كاينه بن سعيد اخرى بن سعيد الجبليه في قرب من تطوان. هذه بن سعيد منطقه بن سعيد كما ترون، ايت سعيد بن سعيد بن سعيد نعم في مصادر الاسبانيه بن سعيد بجوج بهم بن سعيد. وهذه الخريطه كانت في 1920 يعني قامت بها كوماندانسيا جنرال دي ميليا. وهذه كما كتشوفوا هذه من بين الامور اللي يعني الاعيان ديال قبيله بن سعيد كانوا من بين الاعيان اللي ساهموا في مساعده السلبستري للمرور من الكرت الى انوال، انوال تقريبا في هذه المنطقه هذه. فقبيله بن سعيد هذه الصور هذه تم اخذها فيما في التقسيم الاداري اللي موجود الان، فكلها تم اخذها في اقليم الدريوش، وخصوصا اللي كانت قبيله بن سعيد لما اقليم دريوش. هذه هي دار دريوش، اذا كنا يعني هذا هو الكرت، نهر الكرت، وهذا الكرت قلنا الا كان تركز على هذا باش يكمل. قلنا ان هذه الصور بدات من دار الزكاه، الدار الزكاه ان تم يعني قلبها الدار الزكاه في الطباعه خارج السيده. الدار الزكاه هي منطقه يعني قبل قطع الواد الكرت، ومن بعد من دار درويش من دار درويش من الدريوش تم الانتقال. هاد فونتيس مثلا هناك بعض المراكز التي وجدناها في الصور غير موجوده، غير موجوده في الخريطه، موجوده الان غير موجوده في سالنا عنها لم نجد الاسم. وتبين لنا بان فونتيس مثلا كان جنرال قاد تم قتله، فتم اعطاء اسم لمركز في المنطقه التي قتل فيها لتخليد اسمائهم، ولكن الان لم نجد هذا الاسم، هذا لم نجد التواصل معه. من بعد انتقل الى دار الكبداني، دار الكبداني وكان فيها يعني سكنه عسكريه كبيره، يعني نتكلم في اذا قلنا في نهايه 1923 كان المركز، وكان تدور كل هذه الصور كانت كتدور في هذا الاقليم ديال الدريوش. بالنسبه لذاك اللي كنت كتشرح لي قبيله تاع هذاك الكتاب، كما قلنا ان المعرض هذا المتحف، المتحف هو متخصص في القرن التاسع عشر، لذلك كندعو المهتمين بالتاريخ المنطقه خلال القرن التاسع عشر، لانها هي الاساس ديال الوضع، الاساس ديال اي بحث اي دراسه. فالعوده لتاريخ تطوان مهمه، وفي هذا الموقع ستجدون بعض المصادر المهمه التي ستثير انتباهكم. مثلا مشاركه الباسك في حرب تطوان، وكانوا وصلوا متاخرين، يعني هذه حرب ودرس يعني بعد ان دخل الاسبان، دخل ونفس المشكل كان المشكل هي عدم رغبه الاسبان في الباسك في شي مشاركه في هذه، يعني وصلوا متاخرين ثلاثة أشهر متأخرين عن الحرب، وأكثر من ثلاثة أشهر، لأن شاركوا في معركة واحدة هي معركة وادريس 23 مارس 1860. يعني عموما الناس ديال الباسك كان عندهم ميل طبيعي باش يرفضوا المشاركة في الجيش الإسباني في مجموعة من العمليات العسكرية في شمال المغرب. وما كانوا يعني الإسبان كان معروف، الباسك كان معروف عليهم ذاك النزعة الانفصالية دائما كانت وباقا موجودة، ودائما كيقولوا بأنهم لا يريدون أن يحاربوا تحت راية ومن اجل ملك لا يمثلهم. ولذلك هنا قلنا من بين الامور التي ستجدونها هنا هذه وثائق اصليه، هذا كتاب معروف لبيدرو انطونيو دي الاركون، الكتاب هذا مصدر موجود يعني في الشبكه، ولكن هذا كتاب اصلي ومعروف على الاركون، هو يعني من اسس في اسبانيا المعروف الصحافه العسكريه، وهذا كان اقام في تطوان وله مجلات وله امور مهمه. ممكن هذا كل فرنسا خاص الديريكتور مع عدد دور غاس هذا كذلك نشوفوا هنايا يعني التصوير لمعركه تطوان. عندنا مقترح غادي ندوزوا للمدير ديال المتحف نديروا ليه شي سؤال ولا جوج، من بعد خالد مزير هو يترجم لنا السماجيخ، من بعد نرجعوا لكم. اوكي
اذا دابا تعجبنا ماخذكم النيغرو خنشنا انا عدا غال ديريكتور المواسقه من المتحف اكيد خالد مزير زو سينيغ يعني لي ثن استخدام ديريكتور مو بونس تاردس كيشو os voy a dejar este micrófono, lo dejamos siempre debajo de la barbilla. La pregunta es por qué, para qué y cuándo y dónde. La pregunta la dejamos abierta. Nuestra gente no entiende ni euskera, bueno, algunos entienden castellano. Por eso está con nosotros Khalid, para que nos traduzca un poquito lo que dices. Entonces la pregunta es por qué y para qué. ¿Dónde estáis? Somos el director en el Metaf. Dagni ni maga mermid mujas. Khalid, dagni translate, ni tarjama. Bienvenidos. Bueno, ¿por qué? Pues porque nosotros hemos trabajado el tema de la guerra de África en el siglo XIX. Este es un museo del siglo XIX. Analiza lo que se conocen como las guerras carlistas, que fueron guerras civiles que hubo en España en el siglo XIX. Y en medio de las dos guerras carlistas ocurrió esta guerra en la que, curiosamente, había... En las tropas españolas había carlistas y liberales que se habían enfrentado unos años antes y que unos años después se volverán a enfrentar. Pero ahí, en esta guerra, participan ambos bandos en contra del enemigo común, en este caso eran los africanos. Bueno, Miquel, إن كان متحف ونيتين متحف مختص القرن 19 السيكل دي ثينو ورا مختص كي الحروب كي وقعن كي القرن 19 ولكن حاول ما يمكن نخا سيفن خلي من وقعن كي رحاب نعرف 1921 إنك كي القرن 19 1800 إنك رقم مختصين كي الحروب الحروب الآلية الكارليستاس راس نيتين كي اسبانيا كي وقت ياخدين كي جي 1859 1860 إن كان هذه الحرب الآلية حروب آلية إنك ومن بعد الحروب الآلية إن جرس ينريت من غنجرس وما يتغوض الحرب الشمال الإفريقية نعرف الشمال المغرب مون جرس من أجل باش تحد من أجل باش حرب الشمال المغرب كاريف. Y bueno, nosotros eso, hemos trabajado esta guerra que es 60 años antes de la que aparece en las fotografías y ahora cuando el Ayuntamiento de Urretxu revelado las fotografías que las han encontrado en negativos y las pusieron a disposición de nosotros, dijimos, bueno, como ya trabajamos este tema antes, pues hemos aprovechado la oportunidad para traer la exposición fotográfica. Simplemente por eso ha sido. O sea, no es una cosa que nosotros hayamos trabajado de otra manera, sino que simplemente ha sido un poco un tema que ya se trabaja en el museo y una oportunidad que nos ha ofrecido el Ayuntamiento de Urretxu. إلا كان ثنين نمو ذاك من غيجينين ثنين راقات تختصان كي من وقعن كرخان 19 ولكن مؤخرا درسنا الفرصة يا ثاني تين جلا ينتمي سيثن قانا سوريتشو ظهندي تسوايا من بعد قسم دي سي ولا شي حاجة ظهندي تسوايا تسوارا دخل الحرب نعرف ب 1921 إنك نوفيت نشتي الفرصة باش نستيذف المرحلة يا ثاني تين تسوايا نستيذف قسم دي سي ولا شي حاجة أثناء كلمة حف النهار هذا الشيء أنا قبل ما عرض نسم أما الاثنين مختصين غير القرن 19 وماشي ولكن أنا مختصين القرن 19 ولكن خدما تسمى ميني وقان أفريقيا كي وقت اللي وقف القرن 19 بركات ورايا لا هذه بوركي كين كومو سيرو لاس فوتوس. Ah, bueno, la colección que mostramos en esta exposición son fotografías hechas por Eustaquio Berrio Ochoa, un ingeniero de Urretxu, que fue a África, se supone que en el periodo de 1923. O sea, él estuvo en 1923, se ve que haciendo trabajos de cartografía, porque la mayor parte de las fotografías son a sus compañeros, digamos, del trabajo, en este caso a los que estaban haciendo estos trabajos de cartografía. Y luego también aprovechó su estancia allí para fotografiar a la gente.
a la gente del RIF y en los mercados, hay algunas fotos en las que podemos ver un poco cómo es la sociedad rifeña del momento. Y bueno, digamos que esto es lo importante de esta exposición. Luego hemos añadido algunas otras fotografías de otros fotógrafos para poner un poco el contexto y para aprovechar para recordar que aquello fue una guerra muy dura. Aunque aquí estas fotos son en ese sentido más suaves, pero bueno, que realmente fue un conflicto en el que... Entonces él fue allí, estaba allí y tenía esto guardado en su casa. Eso es. Al parecer, bueno, han debido encontrar hace 5 años en un garaje las fotos, o sea que no sabían casi nadie, ni su familia, que tenían estas fotos. En la casa hay un fondo de ciencias que el ayuntamiento de la región de Canasio Richo, وأنا تندي شنت خانس إيوستاكيو بريو تشوا قلاد نيري جدين رنتاري جاريف ريجا جاريف ريوا إن نتارج مهنيز نتا المهندس مخنيرو وستين شو شري جا سلطة دوني غلا بالضبط كي سنديني ولكن يتبان بأنه نتا غير تهتم مكتاز يتصوى 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 خاصة يتصوى دوكارينا سيودا راس كادين راس كانسر يكسيت خلي تصوى لبعض المناطق الحياة اليومية مغرة تعيش ذي النيري في ينقي قارف أما هنزرة ذي النيرو خمارة زرة خمستافق السادة السيشة عشان تسوى السادة دي وذان حموشة السوق مخيكوا السوق إنك ذي شين تسوى ذي شين تا نشين فوتوغرافو سنطن مصورين طن استغل ثم ذاك المتحف باش أثنتسيف النثن لأن السورند كونتكست النسيخ في السورند خمومنتو النخر وقت النيه إنك تسوى يا ونيتين وذن ديك يا ونيتين سيدة ونيتين ساز كي جوم هالقناة سوريت شوام هذا كم النام ويسي وراك هاد خمانا يا وذن ديك حيدة انت قيمة ديك تاخد كي جوم سيد اللي خي خالد سيد اللي كريو كا فايثيدو ال 1989 algo así este señor sí, creo que sí بابن تسوى يتم يموت 1989 ولكن تسوى يثين وفين ثمت كي شين ديش بانينس هذه يعني كيفاش ما قال اسي 1980 يعني وا يموت 1989 ولكن في سنة عاد 10 سنين 5 سنين تقريبا تو هي الا 50 ما سنين كاكس ندي جويه وين سقنا صندوني هي وين سروخان نولي نموت تاكس ندي كينو مي راه يوفى اني يناث اللي ما سنقانين وا اني من المهم نصور اني يوفيت يوفى كاميرا اللي قرانت كسمانا اني سيورنا كي وذا الله ينتمنتو ريتشو عاونا نزل باش سكان فنديد وفين الصعوبات لان ما كاين لا تقدين ديال اخريا وفين الصعوبات ولكن سكان تساوى روحان سنين استغل الفرصه باش نتسمى كينسكس معرض سمعنا يا سكوتشي مهم بزاف. اخي خلينا السيور ديريكتور ميكيل نو؟ سي. كريو كي اورا تينيس algo de diferencia, una imagen no muy clara, pero sobre el vecino lejano, cercano, que es el bereber refenio. Al mismo tiempo hay una confusión entre el marroquí, el árabe, el bereber refenio, el moro. ¿Con esto se diferencia con este museo algo que estos son refenios que no son árabes? ¿Alguna idea? Bueno, sí, nosotros desde luego para preparar la exposición ya hemos tenido que hacer esas distinciones, ¿no? Del amazigh. De hecho, los textos también los hemos puesto en amazigh, los que localizan los pueblos. Pero claro, nos falta muchísimo que conocer, desde luego. Bueno, que esto sí que nos puede servir. O sea, por ejemplo, tampoco la gente conoce esas fotografías, por sí, ejemplo, eso, no de las bombas, sino eso es el Cursal de San Sebastián. Sí, otro. Esa es la que está sacando. No, esa es el Cursal de San Sebastián. El Cursal era un palacio, no el que está ahora, pero que en el mismo espacio era un palacio también que era un casino y tal, y está lleno de heridos de gente de San Sebastián que venían, o sea, no digamos los más urgentes, sino que cuando ya llevaban tiempo heridos los traían allí, ¿no? Entonces hay mucha gente que no sabe que fueron muchos vascos a luchar allí al RIF, ¿no? Ni las consecuencias que tuvo o la manifestación, por ejemplo, esta en el bulevar de gente protestando por esa guerra, ¿no? En contra de ir a luchar a esa guerra. واه يا انك تصواتني تصواتني يا خاتي انك ذاك الوقت اللي انا خمس قارو انك بالفعل انك نشي انا بس قارب انا بزاف باش نستنى نفارق نستنى عريف نستنى مزيغن انك ذاك نشي نتصوا نو هي ثند
السيون اللي كيجيو حجي قناه احمد اللي تيلي كيتسالني اللي عاوني ثل اي قاسم خلي ستيفينا باش يبان السن بانه الجاري جن نيكتور تجيني نتني جوار نتلو تمازير انك دين 33 تصور بانه كيجيو كان كيسان سباستيان ينيني وهني راح باسكو ثاني كيتشن شاكن كاري في كرحاب روح عند قد نجحان مجراح روح عند انك تنسى باسكو ثاني بزاف سنين تو ثاني سن الدراع اغلبيه سنين تكناض راح ذي تشوف ثين ثني تسوا ثني ثني ديش نتا دورا دوقا كيسان سباستيان قرس قناس لا غير حاب قناس شي وناس شي وذن راح مثل كي وسعيد غير باسكو ثاني قان لا غير وزين شي وثاني باسكو ثاني وانا حاس شاكن كرحاب نعرف يقدم إذا سقط البوبليك سخير ريسبونسابيليتاد أنه الشعب الباسكي يطلب المحاسبة الحكومة الإسبانية قال وقت إني بأنه يمي ذوي باسكو ثنا على شاكن قرحاب يعني ثين الجنشي متفقين قرحاب أظن بعرني وظن أستاذ ميكيل المدير ميكيل الخرس الديريكتور ميكيل موسيو دانتي اسكير ريكاسكو شكرا تاس تينيس 15 segundos puedes hablar con nuestra gente y les dirijes cualquier mensaje luego Khalid nos lo va a traducir. Bueno, nosotros lo que trabajamos es eso, la historia de Euskal Herria en el siglo XIX y tenemos una página web en la que hay muchísima información, entre otras cosas también sobre esa guerra de 1860 en África, pero bueno, también puede haber un acercamiento a la historia de los vascos. Hace unos años trabajamos, por ejemplo, la emigración de los vascos y el tema de la emigración es uno de los temas que se trabajan en este museo y además en los dos sentidos, ¿no? O sea, nosotros en el siglo XIX éramos los que íbamos a buscarnos la vida y ahora hay gente que viene aquí a buscarse la vida. Entonces, o sea, poniendo en paralelo lo que hemos sido nosotros y lo que somos ahora. Entonces, es, digamos que eso, el museo es un punto de información para acercarse a lo que somos los vascos. شكرا امود الدين مصطفى امود السجاد اللي بان له في الموسيو يتحاول ما يمكن يخدم يتعرف سمين عايش من عايش ني باسكو ثم القرن 19 الحرب في افريقيا 1960 انك يتحاول ما يمكن انه يتقارب قليل الواقع الهجره بانه ثاني باسكو ثاني مهاجرين ثاني قلقان 19 ومن بعد عاود الى جن الى كوانوارا تفونوارا هاجا نوارا روها مؤخرا تقن تهتم نخلي المهاجرين كي جن ذانيتين ازم لو شنو الصوره بانهم غير جن المهاجرين حاليا تسد غاسن انه بايس باسكو البلاد الباسك يستقبل انت روح الهجره يتونس ازم اذمرن زعمك بانه الايجابيات ديال غاسن الهجره التبادل ان الشعوب راح ما يخسن كل ما يخسن حتى الصوره كي تجا انك المتحف يا الزواتي واش كي المستقبل غادي يتعرف انه المجتمع الباسكي يعيش المرحله رثني رجال المهاجرين دوك يستقبل المهاجرين حتى المجتمع الباسكي يستقبل المهاجرين القرص نتقاضى شي خالد استاج معنا ديالنا الديريكتور ميكيل شكرا خالد شكرا نتقاضى الديريكتور شكرا كاسكو Desde el tema de Karakom, Rujad Adigaim Dukar, Normit, voy a pasar a otros amigos para preguntarles y cosas así. Os dijo, vamos a preguntar a otros amigos. ¿Ok? Es que le casco, Miguel. أوحنا زاشا حاجة نتساو من بعد نحضر الجزء الثاني غال إبريغ نموخ زريم دانتي إريفيين عدان وسين درين سين لتحضر عنا دزع مني توقي عن دانيتي إمدان زغريفيين اندي حضر عن دانيتي دايما نتاق يحتاد يحتاد دانيتي يحتاد أخبي توقع شين لأشي شكل يا إما نضالي نغشي شكل ثقافين نتاق أمخ دائما توريم في الوجهة نتاق مصطفى المروتي خي مصطفى أغانا قل زي دمينوت ميديس حيث سورين عافاك إلى دوخام راح تسمى انصفاقي التاريخ انصفاقي التاريخ من ذريد من يخدو فيد لا برهاد إجنا نعظم قران وانتيث إجنا نعظم قران إجنا نعظم قران لأن من هي سوربريسا نشني بالنسبة نشني سوى شيء على الميكروفون خمسة مواد سريع شو دوا لا سوى أود سوى سوى برافو إيه سوى نعم إجنا نعظم قران لأن شني سوربريسا ومن طرف واحد السيد إجنا عايش عندنا وزيت المناسبة كيجن اللقاء يكون شنو شي انفورماسيون خوم كان عندك بانه اذا كيجن باولو باسكوز
يوسيشكم غندير اكسبوزيسيون يعني تتمس القضية حرب الريف وما غيستعملوا اسبانيو فلهذا نرى شنو انه سيد المخزن قال مجهود باش تنوض دانيتين باش نزاغ مكانا يعني تعنايا نغنشني يتشان غيجن الفكره غيجن الصوره خمني وقع نقير وخسرني روخا سما نهار نشني مجموعه دوكرنو نوض الدانيتين باش نوعى شوي القضيه ناري فنصيغ شوي شنو الناس شي الافكار من وقع نقير وخسرني انزا الصور بعدك واخا تسمج معلومات كافيه قاك باش مس نعرف هذا السن التاريخي نسكن من وقع نقر وخدمني. يعني الخلاصه اخي مصطفى نهار وجود حيد وجوقي الشعر. ممكن ماشي 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 الداحه لانه التاريخ ويسمح التاريخ نشني تسمى واش التاريخ مهم كيعرف تسمى نشني عاد نزلو تسمى شوي شوي اتيت نسكوبريا شوي شوي لان غنوضنا شن دبرتامية باش نصيوض لان ذين وخيس السوار نخارف ذين لان التاريخ سيخفي نس السوار يتعوض سيخفي نس فلهذا ذين يبدا نخدم نقين تسمى المجهود نسن باش صيوضنا نغد الصوره يا ذنتين كي الموسيو الموسيو يا ذنتين يعني كما مخزرز الصور نن الصور اللي عندنا تيث لأنه مهم جدا باش نشني نسن. شكرا لطاس مصطفى المروطي يوسف زي بيلباو رين تغميري في نظن يعني قد عاد اختاز 100 كيلومتر شن ساعة وشي حدا ونور بيو طوبيستا زقو بريغن نميغا وشاغ 30 سكوند نويت من بعد عن هذا الجزء الثاني الباحث الأنثروبولوجي عفوا مشال الأنثروبولوجي الباحث في التاريخ الشمال المغرب المشال المغرب قدك شعريف قبري غني نزرق يومين عذن نظريف أنا التغيح الطاعت سعيد سعيد تعجيب أديني الدنيا تقرنش تجي نش نجا التاريخ النغي جا سوني سعيد قاعد وقت غاصر وخا غاصر شغ ميكروفون انتقتك المتحف واني تيجي من دين تنيا أبي لجنا مزي قلاش أرميس تيجي وقش 500 كيلومتر زيادة خبيل باو سقارب غاص إسعيد ميكروفون حومنتا أدغنيني يعني قي 30 سكوند دنيا مينوت مين يزرق ما غامرني مخاس من ميخس تسمى زيرا جا غوني سيدا غنديني ميكروفوني عاد سعيد إجن المفاجآت مغا بزاف 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 وتنوي وتنوي قاع نهائيا المعرض ناريف غير روس نيدوران بايس باسكو المعرض ناريف غير روس نيدوران بايس باسكو شي نطق نتصاوات تصاوات تصاوات التاريخ ناريف ديتاي ناريف ثيم غاري ناريف في بحال تصاوات في حنجيري ناريف ثيم غاري نجنوزان تان غير سواق زنوزان تي من ديال غير سواق من اني تماشي شي طريقه وغي تجي نشني ندير فوا نجي شي تاريخ هو والله ما قطعنا كاري في التاريخ هو سولدادوس العسكر يمجادن نيش انا كرامي دو فور دا المعرض فاسازي هو تفاجأ كليا تفاجأ كليا قيمة مواصلين اسمها زيخ نقارا اسمها زيخ نشان يثوى عيغر نقفوك يدعني النبهض النبهض برا النبهض بالله رن باضغ بالله التاريخ أروخ أخرذينا إجام كلفين خل معرضة و سوارا غصن التاريخ غصن المرجعية سوارا سموها سقان الأرشيفات بعض الأرشيفات نشو شو الأول ما وقع نزاغ من ميدو فن ذا تيتوان من ميدو فن ذا ناضو خريديش النقطة زوك متشارح غي الأثاثي يثما يمزيغن ناين سوان شنيري في نقار حرب ناريف انت اختصاري تقار فو 921 ذار فو 927 مرسي بويج النوضة أقش ذا الحرب ناريف ميزي تعترف نسبون ياسي ما تنسان أنها تبدأ قار فو 911 نشني دائما تقزم تاريخنا تار 1927 هو التاريخ هو اخصاصك سنك إعادة النظر أن من ميدو في إسبانيا قال 1911 ودو فنشي قال 1921 هاي رحاب إرد جاقبر إرد جاقعوي قلنا ضو قد خلاق محمد مزيان كوشي مهم من هاي قد جن روخ ذاك إلى مخصقا نتمنى يثمن غيد جن ذاك بايس باسكو يثمن غيد جن ذاك إسبانيا دقني إطلالة نشجع خلمو بادرة ثينا غنغذر روخ إنك وني إيجن راثا نغا نيري نغا كاكا سعيدة مخنا نتوتون نشين عاد نداغ ونموت شي مخ نوي يمكن ما مخ نوي نيشا بالفعل سعيد نقراك شكرا انت سنت قدر شي حفظ تحيا نضال يا اخي المجهودات هنا
مزيدا من العطاء مزيدا من الاستمراريه. الاخوان على ثم تعيز نلغى الجزء الثاني لأمر قين نيتك محمد المساوي أقل باحث يعني التاريخ تاريخ نعرف تاريخ شمال المغرب نتاذ احمد الزيداني اغاش نعد اخرى باش نشرح الميكروفون حماد كمرن في الجزء الثاني. اذا انا مخذكم اني اغاش نحر محمد المساوي غاسي قارب نتاغ احمد الزيداني حماني الجزء الثاني. الجزء الثاني حمان كمر يعني الفكره الثانيتي ان بلعكم الارسال للموسيو خي محمد تقاش اخي مصطفى سي خي احمد. إلا كان ممكن من بعد ما شفنا مجموعة من الصور عطيت لنا مجموعة من المعلومات في التقدير ديالك شنو الإفادة ولا شنو اللي ممكن عطينا هذا المتحف منين ضمينه؟ كيفاش ما كتعرفوا هاد الصور كوثائق كما قلنا قبل يعني وثائق تاريخية يمكن نستفادوا منها بزاف. مثلا كيفاش كان يعني مجموعه من الصور هنا كانت في السوق بقدر ما كتعطينا معلومات على المغرب على الريفيين وخصوصا العادات والتقاليد انثروبولوجيا يعني خصوصا انثروبولوجيا وفي واحد المرحله مهمه بزاف مرحله يعني ما بعد انوال. بالنسبه لهاد الصور هذه الصور هذه مثلا شفنا الصور التي عرضنا عليكم عملية القتل هذا يعني تصوير القتل. هناك صورة أخرى كذلك تعرض يعني قنابل بعض القنابل التي يراقبون بعض القنابل هناك في خندق الحرب وهذا كذلك صورة ممثلة لأن تبدو بأن الذي أخذ لهم الصورة هذو ليسوا في حرب فقط يمثلون. كل هذه الأمور تعطينا فكرة على 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 واحد الحقبة مهمة في التاريخ إسبانيا والتاريخ ديال المنطقة في شمال المغرب وخصوصا المنطقة ومنطقة ديال بايس باسكو كذلك والرفض ديال التجنيد وقدروا نستخلصوا مجموعة من العبر من هذه الصور صراحة. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لك أنه هذا المجال قدر يكون مجال بكر للبحث خاصة المشاركة ديال الناس ديال الباسك في الحرب شمال المغرب سواء انطلاقا من حرب تطوان حتى الحرب في الريف وانه هذا الموضوع هذا ممكن في بزاف ما يتقال في بزاف ما طبعا لكن هذه المبادره مثل هذه المبادرات يجب بالتاكيد يجب تسمينها وتشجيع هذه المبادرات هذه لكن كيبان لحد الان كيبان انه ما كاينش بحوث في هذا المجال هذا كاين بحوث ولكن قليله من طرف بعض الباحثين الباسك. انا لن اكون يعني لن اتردد ونقول يعني بدون تردد يعني بان جزء مهم من تاريخ المنطقه موجود في متاحف وارشيفات في اسبانيا وبالتالي يعني هذه المبادرات هذه يمكن يجب ان نسمي هذه المبادرات لكن سنكون حمقى اذا كنا ننتظر يعني من الاخرين ان يكتبوا تاريخنا فهذا ستكون مصيبه. يعني هناك بعض الامور يعني اي معرض اي كتاب يعني كتبه غير المغاربه يجب ان يراقب ويعني ويتم متابعته رغم اننا يعني بالحقيقه لم نقم باقل من الواجب. سي احمد قبيلتي في حديث بيني وبينك مجموعه هضرتي لي مجموعه شخصيات باسكيه اللي عندها علاقة بشمال المغرب ولا بالريف. هاد الشخصيات هادو إلا بحثنا فيهم غنكتشفوا مجموعة الأمور. واش ممكن تهضر لنا شوية على هاد الشخصيات ولا شكون هاد الأسماء اللي مهمة لنا نبحثوا فيهم باش نعرفوا مجموعة الأمور اللي لحد الآن باقي ما تم الكشف عنها؟ بالطبع سي محمد هناك مجموعة عسكرية ومدنية واجتماعية كان لها دور وملاحظ أن هذه الشخصيات الباسكية كانت يعني الاستثناء في المجتمع الاسباني. نقول استثناء مثلا عندك مثال البادري خوسي لورتشوندي يعني بدينا هذا كان النتيجه هذا كان يعني هو الممثل ديال البعثه الكاثوليكيه في طنجه قبل ان يكون ممثل في بعثه طنجه يعني كان هذا كان نتيجه لحرب الريف الحرب تطوان يعني مباشره بعد 1960 تم عقد اتفاقيه سلام من بين البنود التي جاءت في هذه الاتفاقيه ويعني السماح بانشاء بعثه مغربيه ولذلك يجب ملاحظه مهمه وهو ان البعثه الاسبانيه كانت هي المسؤوله عن الكاثوليك عن المسيحيين رغم ان معاهده الحمايه تمت باسم الاسبان باسم الفرنسيين
لكن البعثة الدبلوم البعثة الكاثوليكية كانت تحت رئاسة الإسبان، وبالضبط بالضبط في مرحلة متأخرة ترأسها باسكو من منطقة هناك تسمى أوريو. رغم أن هذا السيد هذا كان يعني قام بعدة مجهودات في مجالات متعددة، من بينها إدخال الماء لمدينة تطوان، ربط علاقات، ربط القارتين عبر البحر، بناء المدارس، بناء السكن، قام بعدة أمور يعني جيدة تحتاج لدراسة تحتاج لهم. كذلك بالنسبة للريف هناك نقطة مهمة وتحتاج دراسة يعني المختصين، وهي صديق وجود صديق آخر لهذا الأب وهو بيدرو هيلاريو ساريوناندية. هذا الأب كلفه لورتشوندي الذي ذكرنا، كلفه بكتابة ودراسة اللغة الريفية، هذه مهمة يعني. هذا يعد هذا البادري هذا أول من وضع يعني قواعد اللغة الريفية. هناك كنسمع على واحد الشخصية أيضا إتشيفاري ولا إتشيفاري كان يدرس مع أخو محمد. لا هذاك إتشيفاريا لم يكن يدرس معه. هناك سنصل إلى إتشيفاريا، هناك شخصية أخرى. نحن دائما في مرحلة ما بعد الحرب تطوان، هناك شخصية معروفة الأغلب من المؤرخين المغاربة يسميه جاسوس وكذا، ولكن العودة للكتاب ديالو سيظهر أمور يعني غريبة. ومن الغريب أن الكتاب ديالو لم ينشر بكثير، كتاب مهم عاش بين المغاربة وكان من الشخصية من الطبقة الراقية، لم يكن يحتاج أي حاجة، لكن كان يحب الحياة المغربية، عاش متجولا في المغرب. شنو عنوان هذا الكتاب وما ترجمش هذا الكتاب؟ صاحب الكتاب أولا الكاتب معروف خوسي ماريا دي مورغا المورو بيسكاينو. بيسكايا هي المنطقة الموجودة في بلباو، المنطقة الإقليم يسمى بيسكايا، وهذا كان يسمى المورو، المورو بيسكاينو يعني المغربي بيسكايا. هذا كتب كتاب اسمه ريكوردوس ماروكيس، ريكوردوس ماروكيس، كتاب ممتاز يصف المجتمع المغربي، يصف الإنسان المغربي، يصف كل الأمور، يعني كتاب رائع بكل المقاييس. شخصية أخرى باسكية، لأن إذا عدنا إذا قلنا باسك نعني يعني حتى نبر حتى بامبلونا، وبذلك باسك التاريخي. منهم مثلا جن عسكري وصل لمنصب المقيم العام وهو خوسي سان خورخو، هذا العسكري كان شارك في الحرب الريف يعني، وهو من اعلن نهاية الحرب 1927 يعني مدينة لذلك نعم فيا سان خورخو نعم. وهذا كان باسكو لما وكان وقام بانقلابات داخلة قبل ظهور الجمهورية، قام بانقلابات يعني ذاك العقلية العسكرية جاء بها من إسبانيا. شخصية مهمة أخرى عسكرية كذلك وهو إيميليو بلانكو إيساغا، هذا كان عسكري وهذا كان مراقب بين المناصب التي كان مراقب عسكري وكان مهندس اللي ذنقي جم كان قضي نطاف الرابع عن قنده البينتي ظهر بين الدراسات التي هذا الكتاب مهم حول هذا اللي خرجوا عاد شي ربما شي عام وقيل شي بسنتي موغا. لا هذا كتاب قديم شوية أيوة. ماشي بزاف قديم ولكن عنده العام السنين ديالو 2009. هذا هو الذي هندس لي قلعه التوريد. وكاين كتاب اخر اللي خرجوا عليه مجموعه من الكتب، ولكن هذا السيد هذا ما زلنا لم نقرا بعد هذا السيد هذا غير دراسه جيده. هذه اللي تقصد هذه مؤخرا سنوات تم ترميمها وهي يعني وجهه سياحيه في المنطقه. ما حقاش على من بعين الامور الاخرى كانت مثلا إغناسيو هيدالغو دي سيسنيروس، هذا العسكري هذا طيار، هذا كذلك من الطبقة البرجوازية التي كانت من جنرالات يعني كان طيار. وأنا عندما نقول طيار يعني كل من كان يعمل في الطيران كانوا يعني من الطبقة البرجوازية، هم الذين كانوا يستطيعون. وهذا من هذا العسكري يعني كان من أول من نزل بجنوب المغرب في طائرة في 1934 و34. من الأمور الأخرى يعني كان في كتابه يعترف لما ذكر كتابه في كتابه هي الرومبو في كتابه هي يعترف
بالحرب بإلقاء قنابل الغاز السام على الريف من بين الذين اعتقلوا، ولكن ضميره أنبه في بعد 10 سنوات، يعني بعد الحرب الأهلية انتبه بأنهم كانوا يستعملون الغازات السامة، وبعد أن تحول ونفسه شارك في ضرب هذه في هذه الحرب هذه، يعني كان وفي كتابه معروف هذا سنة واش نعقل على اسم هذا الكتاب ديال شخصية أخرى رامون كورتاسر هذا كذلك كان من العسكريين الذين قتلوا بمنطقة في الشمال في جهة أصيلة المعروفة بسيدي اليماني، الاثنين سيدي اليماني، هذه المنطقة هذه المحطة كانت تسمى بهذا الاسم هذا رامون كورتاسر، يعني كان قتل في ذاك المنطقة وتمت وضع اسمه المحطة في اسمه. باسكي آخر سانتياغو غونسالو طابلاس هذا كذلك من بامبلونا، وهذا قتل في تازروت في معارك مع الشريف الريسوني، يعني قتل في معروف هذا العسكري هذا. شخصية أخرى ليست عسكرية، نضيف شخصيتين مثلا هما كالكثير شخصيتين أخرى، شخصية أوراسيو إتشيفرييتا هذا كما تعرفون هذا كان من المهندس أو الذي خطط، هذا مليونير بيسكاين من بايس باسكو من جهة بلباو، وهو الذي وصل مع عبد الكريم الأسرة باش تبدلوا الأسرة، وصل مع عبد الكريم لإطلاق إطلاق بعد أن تعثرت جميع أمام تعنت الأمير في إطلاق سراحهم والوقوف على جميع الشروط التي طلب، وحتى أنهم عندما طلب مثلا من الملك، عندما علم الملك ألفونسو 13 بأن عبد الكريم يطلب 4 مليون بالسيطة بالإضافة إلى المصاريف، قال الملك قال كلمة معروفة ربما تكون مجرد كلمة، ولكن هناك من أشار بأن حقا قالها عندما كان يستصيف هنا في سان سيباستيان، قال بأن لكارن كي كارا لكارني دي غينا شحال غاليه الحمد الجداد، يعني داك يعني العار ديال اسبانيا داك الناس باقي مشبرين 18 سنه هما مشبرين، وقال بان الحمد الجداد غاليه، يعني هذوك دجاج كانوا خوافين وشبروا. ومن بين الامور الاخرى يشيرها بعض المؤرخين ان هذا اوراسيو تيبريتا ملي جا في ميناء السوانيه يستبدل الاسرى فاستطاع أن يؤدي من جيبه، ولكن لم يكن يصفر على النقود، فبثقة الأمير في التعامل معه سمح له بأن في 1922 أو 23 يناير 23 باش كانت العلاقة منذ 1913، يعني منذ أن كان الفقيه الأب عبد الكريم الخطابي كانت هناك علاقة، لأن أوراسيو تيبريا كان يعمل في مناجم الحديد، وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى استغل مناجم بيسكايا لبيع الحديد للألمان، وهناك ثروته ارتفعت، وبعد انتهاء الحرب العالمية بدأ يبحث عن مناجم أخرى في الريف، وكما تعرفون مناجم في الحديد لها جودة أكثر من مناجم من ما دي كانت معروفة دراسات تشير هذيك. شخصية أخرى هذه كذلك باسكية، رغم أنه يعتز بإسبانيته وبقشتالته، وهو هذا روائي مهم، يعني عنده مجموعة من الروايات مهمة، كان يعيش حياة مغربية تقريبا، وهو لويس أنطونيو دي فيغا، هذا له مجموعة من الكتب حول المغرب وحول عاش في المغرب أيضا، ربما تزوج المغربية لأن كان عنده علاقة مع أستاذ حمد زيداني. سي محمد مساوش غايج المقترح أكيد أتصل المعلومات مع سي أحمد زيداني الباحث في تاريخ شمال المغرب، تقترحكم ربما نديروا شي برنامج آخر نتعمقوا أكثر في المواضيع. شكرا داك الشيء اللي كاين أخي مصطفى، شكرا أخي أحمد على هذه المعلومات وهذه المعطيات اللي عطيتنا. نعطيك كلمة أخيرة قصيرة باش نمروا الميكروفون لسميتو. كيما وأنا شكرا للسي مصطفى والقناة ديالو، نحن راهنا الإشارة، فاحنا موجودين يعني في أي أمور يعني لدراسة تاريخ المنطقة بصفة عامة، فنحن راهنا الإشارة، وندعو يعني المهتمين والباحثين للبحث في هذا للاقتراب من دابا مجموعة من الوثائق يعني موجودة ويمكن الوصول إليها بدون أن تتحرك من بيتك، ولهذا يعني مجموعة من الأمور
كانت عندنا كمسلمات يمكن أن تتغير ويمكن أن يكون هناك دراسات جديدة تلقي الضوء من جديد على مجموعة من المواضيع. وشكرا للجميع. نتا الأستاذ أحمد زيداني باحث في تاريخ شمال المغرب المختورم جه العنوان. شكرا تاس سي أحمد. شكرا تاس أستاذ محمد. زي سنة تنقركم يوم تعزن أواح فن أنا مسافر خاكم وانيت اللحظات الأخيرة زي المتحف ديريكتور دي بدو كان غنيتور وسين زي يعني يضحضان أكين غنيتي حمد زال المتحف وانتي غاسج القيمة التاريخية تمقاند كاميرا أواح مارا فموساليين دو دي الموسيوم اللي شكر الديريكتور من شكر أمارا فاميليا انتانيتين نقركم كاميرا أطفاسن دي زي المتحف هما كيخ مسافطة غبارة ماني ما تجيم شين قاركم أقانا أقمني جان غاش العلاقة أقارف أقانا أكثوني أقانا أكيكم أو حتى نفغط حماكم ديني بسلامة زي المتحف المتحف وانتي خاناس سوما لا كارغي سوما لا كارغي موسيوة وانتي اسمينس المتحف وانتي أذك سيري المعرضة وانتي إكسبوسيسيون تسوى خاريف زي روخة يعني نير زي دريف عفوا باش تغلط يعني زي 20 زي 7 مختورين حتى عندنا مقروش عند العاش زي سنتي نقراكم تحياتي ماني ما تجيم الله يتهنيكم ماني يوا ما تجيب قراكم تشرت الله